السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنتكلم عن الـ CSS Animation. خصائص الأنيميشن مدعومة من أغلب من كل براوزرز ابتداء من الإصدارات الواضحة في هذه الصورة. إذا تحديث البراوزر إن كان قديم، قمت بإنشاء H1 وأعطيته تنسيق عادي جدا يظهر بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتطبيق الانيميشن على هذا التكس. اول شيء نستخدم الخاصية animation name، هنا نكتب اي اسم نعطيه لهذه الانيميشن، الاسم من اختيارك. ساكتب انا مثلا هنا font color. الان سنستخدم الخاصية at keyframes. الفريمز هي المقاطع اللي يمكنك هنا التحكم في مقاطع الانيميشنز. لدي اضافة هنا تقوم باضافة البريفكس، ساحذف البريفكس حتى اكمل الانيميشن. الانيميشن تبدأ اما بالفروم ثم تو، او استخدام البورسنتاج. يمكنك التحكم في كل دقائق ثواني عفوا الانيميشن في وقت الانيميشن، يمكنك تقسيمه كما تشاء. انا ساكتب مثلا انيميشن عاديه جدا from to، يعني from تبدا من البلاك، من بالكالر بلاك، ثم تنتهي بالكالر ريد مثلا، يعني التكست سيتحول من الأسود إلى الأحمر. ويمكنني تغيير الفونت سايز أيضا من 300 بيكسل من 300 بيكسل مثلا، أو من 100 بيكسل فقط إلى الفونت سايز 300 بيكسل. يعني يمكنني التحكم Ctrl S، قام بإضافة البريفكس لا يهمنا الآن. هذا عندما أضغط على Refresh طبعا لن تشتغل الأنيميشن لأن هناك خاصية أخرى يجب علي إضافتها. بعد وضع الأنيميشن نيم يجب أن أضع الديوريشن، يعني الوقت الذي تستغرقه الأنيميشن أثناء اشتغالها. animation duration تكون بالثواني أو بالسكند أو الملي سكند، سأختار مثلا 5 ثواني. سأضغط على refresh، سترى كيف سيتحول التكست من اللون الأسود إلى اللون الأحمر وكيف كبر الخط. يعني سأقوم بتعديل font size هنا لأنه كبير جدا. سأبدأ مثلا بخمسين بيكسل ثم أمر إلى 100 بيكسل أو 150 بيكسل. سأغير أيضا في الخاصية الكي فريمز الأساسية. إذا كما ترى سأضغط على Refresh، سترى في 5 ثواني كيف تحول من الأسود إلى الأحمر وقام بتكبير الخط. إذن هذه الأنيميشن. سأحذف الفونت سايز لا أحتاجه، سأحتفظ فقط بالكالر. إذا ترى كيف تحول إلى الأحمر ثم عاد للون الأسود. سأكتب الآن عوض الفروم تو. سأستخدم البورسنتاج لأريكم أنه يمكن التحكم في كل المقاطع. يعني عوض وضع مقطعين يمكن أن تكون الأنيميشن من 3 مقاطع مثلا،
من 0% إلى 50%، يعني منتصف الأنيميشن، نهاية الأنيميشن 100%، يعني سأضيف لون آخر، سأنسخ ثم أكتب هنا لأضيف للبريفكس. كما ترى من الأسود إلى الأحمر ثم الأزرق ثم عاد إلى اللون الأسود في 5 ثواني، في مدة قام بتقسيم الوقت. يمكنني في البورسنتاج هنا أن أكتب كل التفاصيل، يعني لو مثلا لو كتبت هنا 99% إلى 100%، وهنا من في هذا المقطع من 99% إلى 100%، التحول سيكون سريع من الأحمر إلى الأزرق. إذا التحول كما ترى من الأحمر إلى الأزرق، يعني تقريبا لا يظهر، لا يمكن ملاحظته بتاتا لأنه سريع، يعني التحول من البلاك إلى الريد كان بطيئا، ولكن التحول الأخير كان سريعا لأن المقطع الأخير من 99% إلى 100% فقط 1%، يعني أظن الفكرة واضحة. إذا هنا في الكي فريمز يمكنك التحكم في كل مقاطع الأنيميشن، ويمكنك كتابة أي تنسيق تشاء. سأضع هنا فونت سايز 100 بيكسل، فونت سايز كبير نوعا ما حتى تظهر الأنيميشن بشكل أفضل. كما ترى هنا التحول سريع بين 99% و100%. سأضع هنا 25% وأحتفظ باللون الأحمر، ثم 50%، ثم 75%، ثم 100%، وأغير الألوان. لا تهم الألوان، يمكننا وضع أي لون فقط. هنا وضعت أكبر عدد من المقاطع، ترى الأنيميشن كيف تتحرك ثم تعود إلى اللون الأسود وهو اللون الأصلي. إذن لو قمنا بزيادة الأنيميشن ديوريشن هنا ستكون بطيئة. الآن سنشرح خاصية أخرى وهي الأنيميشن وهي الأنيميشن إيتريشن كاونت. هذه الخاصية نتحكم فيها في العدد الذي ستتكرر به الأنيميشن. لو وضعت مثلا 4 تأخذ رقم، لو وضعت 4 ستتكرر الأنيميشن 4 مرات ثم تتوقف. القيمة الافتراضية لهذه الخاصية هي 1، تمر الأنيميشن مرة واحدة فقط ثم تتوقف. وضعنا 4 ستتكرر 4 مرات ثم تعود إلى اللون الطبيعي، اللون الأصلي. لو كتبت انفينيت ستتكرر الى ما لا نهاية، يعني لن تتوقف الانيميشن عندما اضع القيمة انفينيت. كما ترى لن تتوقف، ستتجاوز 4 وسترى انها لن تتوقف لو بقينا هكذا، لن تتوقف. اذا الخاصية الموالية هي خاصية Animation Timing Function،
وهي خاصية شبيهة بالترانزيشن تايمين في تايمين فانكشن التي استخدمناها في درس الترانزيشن، وهي تأخذ القيم is is in out is out linear. مثلا القيمة is أو is in out أو is out التي كنا نستخدمها في الترانزيشن هي واضحة جدا. سأقوم بتغيير، سأحذف ال H1 ثم أضع ديف عادي جدا. سأقوم بعمل سبينر حتى نشرح هذه القيم. بالنسبة لل is in يعني بطيء، تكون الانيميشن بطيئة في تبدأ ببطء ثم تتسارع. is out تقوم بالتباطؤ في آخر الانيميشن. linear يعني تسير بسرعة واحدة من البداية إلى النهاية. سأقوم بإعادة تنسيق الديف، سأحذف التنسيق السابق وأنسق الديف حتى يكون على شكل دائرة. مارجن سأضع مارجن 50 بكسل أوتو، 50 بكسل أوتو. باك جراوند كالر باللون الرصاصي. بوردر 5 بكسل سوليد باللون الأسود. أضع ويدث وهايت، ويدث 200 بكسل وهايت 200 بكسل أيضا. المارجن غير مطبق، نعم كتبت مارجن توب، سأكتب فقط مارجن، عفوا سهوا مني، كتبت مارجن توب. إذا جيد، سأقوم الآن بوضع بوردر راديوس 50% حتى يكون على شكل دائرة، وسأغير مثلا البوردر ستايل إلى داشد. عفوا، سأغير البوردر ستايل هنا إلى داشد. حتى يظهر بهذا الشكل. إذن الآن سأقوم بتطبيق تأثير الدوران على هذا سأكتب background color، سأحتفظ بهذه الانيميشن. سأبدأ من اللون الرصاصي، سأغير الكالر إلى باك جراوند كالر. سأنسخ هذا التنسيق وأقوم بإضافته إلى هات كي فريمز الأساسية. كما ترى هنا تتغير الألوان، ألوان الباك جراوند. سأقوم الآن بإضافة أنيميشن أخرى لتطبيق تأثير الدوران على هذا القرص. سأضع أنيميشن نيم وأسميها مثلا سبينر. هذه هي الانيميشن التي سيقوم بتطبيقها. لدينا الانيميشن دوريشن هنا، لا داعي لتكرارها.
سأحذف الانيمالز تايمين فانكشن، عفوا سأحذفها حتى نرى تأثيرها عند إضافتها. سأضيف at keyframes هنا spinner اسم الانيميشن الجديدة التي سنقوم بتطبيقها، وسأكتب هنا from، ثم أكتب from to ستكون عادية جدا. سأكتب from، سأضع transform rotate، سأكتب هنا من صفر، سأضع rotate من صفر إلى 360 درجة، يعني from transform rotate صفر إلى transform rotate 360 درجة حتى يقوم بدورة كاملة. وكما ترى هنا يعني القرص يدور، ولكن يدور لمدة 5 ثواني ثم يتوقف قليلا ويدور مرة أخرى. كما ترى تأثير الدوران فيه نوع من التباطؤ في البداية. إذا سأضيف الأنيميشن تايمين فانكشن هنا مع القيمة لينير، وسترى عندما أقوم بعمل ريفريش بأن تأثير الدوران لا يتوقف، تأثير الدوران يعني متواصل بدون توقف، ليس فيه أي تباطؤ لا في بداية الأنيميشن ولا في نهايته. طبعا إذا أردت للأنيميشن أن تتباطأ يمكنك استخدام is in أو is out يعني كما تشاء. سأحذف الكالر الانيميشن كالر، يعني سأحذفها، سأحتفظ ب، سأقوم بنقل بترتيب الكود فقط، duration والiteration count يعني تحت النيم، وسأقوم بحذف الكي فريمز المتعلقة بالألوان. سأقوم بإضافتها هنا مثلا في السبينر، سأقوم بإضافة الباك جراوند كالر هنا من البلو إلى الريد حتى يدور ويتغير لون الباك جراوند في نفس الوقت. ثم أحذف الانيميشن فونت كالر بما انني حذفت النيم. اذا كما ترى تتحول الالوان ويدور بهذا الشكل الذي تراه. اذا الخاصية الموالية هي الانيميشن دايركشن، تأخذ القيمة الافتراضية هي نورمال، يدور في اتجاه الصفحة، يمكن تغيير اتجاه الانيميشن. مثلا لو القيمة الافتراضية هي نورمال يمكن تغييرها، نورمال يعني يدور في اتجاه الصفحة، لو كتبت ريفرس يدور عكس الاتجاه، حتى في الالوان يبدأ من الاحمر الى الازرق كما ترى الأحمر ثم الأزرق، والدوران عكس الاتجاه. لو كتبت alternate سيدور في الاتجاه، يعني يبدأ بالاتجاه الاتجاه الصفحة ثم يدور عكس الاتجاه ثم يدور في اتجاه الصفحة ثم يدور عكس الاتجاه، يعني يدور في الاتجاهين ويبدأ باتجاه الصفحة. Alternate reverse هي نفس الفكرة، ولكنه يبدأ
عكس اتجاه الصفحة. يعني الانيميشن تبدأ عكس اتجاه الصفحة، ثم كما ترى يدور عكس اتجاه الصفحة ثم يرجع لاتجاه الصفحة. يعني يمكنك عمل أنيميشنز جميلة جدا باستخدام هذه الخصائص. يمكنك أن تبدع وأنت تستخدم هذه الخصائص. الخاصية الموالية هي الأنيميشن ديلي. الأنيميشن ديلي هي المدة التي ينتظرها حتى يطبق الأنيميشن. لو وضعت الأنيميشن ديلي هنا إلى ثانيتين، سينتظر ثانيتين ثم يبدأ في تطبيق الأنيميشن. هذا سهل جدا، سأقوم بعمل ريفريش حتى تظهر. توقف لثانيتين ثم بدأ عمل الأنيميشن. لو وضعتها بالماينس ناقص ثانيتين، سيسرق طبعا 5 ثواني، سينتظر هنا 5 ثواني ثم يقوم بتطبيق الأنيميشن. قمت بزيادة المدة فقط حتى تكون الأنيميشن ديلي واضحة. لو وضعت ناقص القيمة بالماينس ناقص ثانيتين، سيسرق ثانيتين من عمر الأنيميشن ويدخل مباشرة في النتيجة الموجودة في الثانية الثالثة، ثم يستمر في الأنيميشن. إذا واضح. الخاصية الموالية عفوا، سأحذف الأنيميشن ديلي ثم أكتب الخاصية الموالية وهي الأنيميشن بلاي ستيت. الأنيميشن بلاي ستيت تأخذ القيمة الافتراضية هي الرانينج، يعني الأنيميشن شغالة. لو قمت بتغييرها إلى بوزد ستتوقف ولن تشتغل الأنيميشن. إذا أردت وقف تشغيل الأنيميشن يمكنك استخدام القيمة بوزد. أنا سأتركها رانينج هنا ثم أقوم بعمل هوفر على الديف، وهنا سأضع الأنيميشن بلاي ستيت بوزد. هكذا عندما أقوم بتمرير الماوس على الديف ستتوقف الأنيميشن. إذا كما ترى الأنيميشن شغالة. عندما أقوم بتمرير الماوس تتوقف حيث وصلت تتوقف في اللون الأزرق، توقفت يعني إذا هذه هي الخاصية بلاي ستيت، أنيميشن بلاي ستيت. بقيت الآن الأنيميشن في المود. تأخذ القيمة باكورد أو فورورد. القيمة الافتراضية هي نان. بالنسبة للفيل مود سأحذف الانفينيت أو أغير الانفينيت، قيمة الانفينيت مثلا إلى 2 حتى تكون للانيميشن نهاية. عوض لينير هنا سأكتب ايز حتى يحصل تباطؤ في الأنيميشن ونراها بشكل واضح. إذا تتكرر مرتين ثم تتوقف وتعود. هنا في الكالر عادت إلى اللون الأصلي الذي وضعته كباك جراوند للديف. أنا لا أريد للأنيميشن أن تتوقف في هذا اللون، أريد أن تتوقف في اللون الأول مثلا اللون البلو. سأحذف الروتيشن، لم أعد أحتاجها.
أريد فقط أن ألاحظ في الألوان. سأكتب هنا 0%، ثم 50%، ثم 100%. الأنيميشن ستبدأ من اللون الأزرق، ثم اللون الأحمر، ثم اللون الأخضر. عندما تمر بكل هذه الألوان ستعود للون الأصلي، وهو اللون الرصاصي الذي وضعته كباك جراوند للديف. إذا واضح. الآن أنا أحتاج أن يتوقف في لون من الألوان التي وضعتها. سأحذف هذا التنسيق لأنه خاص بالدائرة. إذا جيد، ستتكرر مرتين ثم تعود إلى اللون الرصاصي. الآن سأكتب الخاصية الأنيميشن في المود. سأستخدم القيمة فورورد، وسترى هذه المرة أنه سيتوقف عند اللون الأخضر. إذا 1، 2، توقف عند اللون الأخضر، لم يعد للون الأساسي الذي وضعته للديف، وهو اللون الرصاصي. إذا ريفريش مرتين، عاد للون الأخضر، توقف عند اللون الأخضر. عكس الفورورد سأكتب باكورد، يعني المفروض العكس، المفروض هنا العكس. سأحذف الهوفر، لا أحتاجه. لو كتبت باكورد، المفترض هو أن يتوقف عند اللون الأزرق، هذا هو المفترض. أعاد للون الرصاصي. طبعا بسبب الانيميشن دايركشن، لو وضعت الانيميشن دايركشن بالعكس سيتوقف في اللون الأزرق. وهناك أيضا القيمة بوث. عندما تضع القيمة بوث يعني تلعب على الاتجاهين. هذه الخاصية فقط شرحتها يعني من أجل المعرفة فقط، ولكنها لا تستخدم كثيرا، قد لا تحتاجها نهائيا يعني في مسيرتك في التصميم، ولكن فقط حتى نتعرف عليها قمت بشرحها. الخاصية الموالية هي خاصية مهمة جدا، هي الخاصية animation المختصرة. تكتب animation ثم تضع القيم بهذا الترتيب: animation name، ثم animation duration، ثم animation timing function، ثم animation delay، animation iteration count، ثم animation direction، و animation fill mode، ثم animation play state. يعني أنا نسختها وكتبتها هنا، وسأضع القيم. عندما لا أحتاج سأكتب النيم هنا. طبعا هو spinner. الأنيميشن direction duration هي 5 second. timing function يمكنني وضعها أو تجاهلها، أو سأكتب is in out مثلا. animation delay أي خاصية لا أحتاجها أتجاهلها. وضعت 2 second هنا في delay. الiteration count وضعت ال infinite. animation direction سأحذفها، لا أحتاجها. سأحذف ال animation fill mode، لا أحتاجها. بالنسبة لل play state أيضا سأحذفها، لا أحتاجها. كنترول اس. الان سأحذف كل هذه الخصائص، لا حاجة اليها، فهي مختصرة هنا في خاصية واحدة هي animation
مع وضع جميع القيم. دمتم في رعاية الله وحفظه.